الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين إلى زينبيات الثورة الصامدات في سوح النزال وخلفها ألف تحية لكن ألف تحية لثباتكن ضد آليات القمع الخليفية الإرهابية على نهج السيدة الحوراء زينب عليها السلام سرنا وبكلمات هيهات منا الذل أصرخنا ولن نحيد عن درب الجهاد والثبات ضد الاستكبار بشتى الطرق والوسائل الثأر ينادينا فلنرفع أيدينا فأقل ما يمكن تقديمه للوفاء لمن ضحوا بأنفسهم وفدوا تراب هذه الأرض بأرواحهم هو المواصلة والإصرار حتى تحقيق المطالب واستمرارية التظاهر ورسم حروف النصر وتقرير المصير فلتكن وجهتكن العاصمة وليكن حضوركن محرجا لهذا النظام الساقط دعمكن المعنوي يزهو بالأحرار فإن لم تحضرن كن أنصار بالقلب داعيات بدنو الانتصار